شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا محسوسا مع دخول فصل الشتاء، زيادة لأسباب ومبررات كثيرا ما سمعناها، لكن الوزارة لم تتحرك. وليد مهاجري وتفاصيل. ارتفاع لأسعار الخضر والفواكه هي ما ترجمتها زيادات تراوحت نسبتها بين 80% و100%، حيث وصل سعر البطاطا إلى 50 دينارا للكيلوغرام الواحد، فيما قفز سعر الكوسة إلى 160 دينارا للكيلوغرام. ارتفاع لم نجد له تفسير. اليوم أنا ننتقل من لسيزون تاع الصيف لسيزون تاع الشتاء، ولابد أن كاين منتوج اللي راح ينقص. سكو مابيل احنا باللغة الأجنبية سي لا بيريود كراز، يعني هاد لا بيريود هادية وين ولابد راح ينقص المنتوج. يعني كون نروحوا دوكا احنا على مستوى السوق دوكا ان شاء الله نخرجوا نشوفوا، تلقى بلي ارتفاع في 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 بعض المواد اللي هي راهي في اخر المطاف تاعها. ضعف وسائل نقل البضائع وبعد المسافات بين المناطق المنتجة وأسواق الجملة نقطة أخرى تضاف لأسباب التهاب الأسعار. النقل باش يجيب السلعة، الفلاح يجيب السلعة من السيد من الصحراء حتى لهنايا، فيها تعرقلات بزاف، فيها عمال، فيها بزاف أمور اللي باش تلحق السلعة هنا. وهنا كي تلحق السلعة تلحق يلزم تلحق غالية. خدام ما يسوقلوش دوك الكاميون من الصحراء حتى لهنا ما يقدرش يسوقو، والسلعة باش تلحق تضرب يومين ولا نهار وهو يمشي في الطريق ما يمشيلكش. ونقص يد العاملة ثانية العراي لعبة دور كبير 50 ولا 40% المشكل تاع يد العاملة. مبررات كثيرة ما سمعناها، إلا أن الوزارة الوصية لم تتحرك ساكنة من أجل وضع حد لفوضى الأسعار وتحديد هامش الربح.